بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الكلام يدور بإذن الله عز وجل حول اعتبار الاحكام الفرعيه الشرعيه التعبديه التي وردت في نهج البلاغه لمولانا امير المؤمنين عليه افضل الصلاه وازكى السلام التي هي ليست من قبيل القضايا التي قياساتها معها وانما يحتاج إلى العلم الوجداني أو التعبدي بصدور هذه الأحكام وهذه الكلمات التي هي ضمن الخطبة والمواعظ والكلمات القصار لمولانا أمير المؤمنين تحتاج إلى إثبات هذه النسبة أنه هذه كلمات صدرت من امير المؤمنين عليه افضل الصلاه وازكى السلام فنقول المهم في الخبر ان يتحلى بالوثاقه الخبريه الوثاقه الخبريه يعني هذا خبر موثوق الوثاقه الخبريه اما ان تاتي من ال سند الصحيح من الرواه الثقات منشا الوثاق الخبريه هو الوثاق المخبريه يعني المخبرون لهذه الروايه سلسله السند الرواه لهذه الروايه هؤلاء كلهم ثقات هؤلاء صادقوا اللهجه لا يكذبون سواء كانوا من الاماميه او من فرق المسلمين الذين ثبت وثاقتهم يعني تاره الراوي يكون مسلما اماميا صادق اللهجه عادلا فخبره صحيح معتبر وتاره يكون الراوي من مذهب من المذاهب الاسلاميه أن يكون عاميا، فطحيا، واقفيا، ناووسيا، كيسانيا من هذه المذاهب الفاسدة في الإسلام. هذا ولكنه لا يكذب، صحيح هو فاسد العقيدة إلا أنه لا يكذب، هنا أيضا حسب الأدلة القطعية كلامه معتبر ونأخذ بكلامه حينما يقول: أنه سمع الإمام سلام الله عليه تفوه بكذا فعندما ينقل لنا كلام الإمام نعتمد عليه ونقول أنه صادق في نقله وإن لم يعتقد بالإمام كإمام وهذا من الثابت في علم الفقه وفي معرفة الأحكام الشرعية فالوثاقة الخبرية قد يكون منشأه الوثاق الخبرية يعني نثق بصدور كلام من إمام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. فهذا قد يكون منشأه الوثاق المخبرية، يعني منشأ الوثاقة الخبرية الوثاقة المخبرية. لماذا؟ لأن سلسلة السند كلهم ثقات وليس في السند سقط والسند مسند وليس بمرسل. والرواية ليست بمضمرة الشروط التي يذكرها العلماء في علم الدراية هذا الطريق الأول لمعرفة الوثاقة الخبرية أما الطريق الثاني لمعرفة الوثاقة الخبرية فهو تعدد الرواية في الكتب المشهورة يعني تارة هناك رواية من حيث السند رواية مرسلة انقطع السند ينقل الشيخ الصدوق عن الامام الرضا سلام الله عليه مباشره، بين الشيخ الصدوق والامام الرضا فتره طويله من الزمن، فهل الشيخ الصدوق راى الامام الرضا؟ الجواب كلا قطعا، وانما سمع هذه الروايات أو وجد هذه الروايات في كتب. من أصحاب تلك الكتب؟ هل أفراد ثقات؟ من الذي نقل للشيخ الصدوق هذه الرواية؟ هل هو شخص ثقة يعتمد عليه؟ لا نعلم. عندما يذكر الشيخ الصدوق السند يروي الرواية عن فلان، نلاحظ فلانا ثقة. عن فلان، نلاحظه ثقة معتبر. عن فلان عن الامام كلهم ثقات فالروايه معتبره ولكن عندما الشيخ الصدوق رضوان الله عليه ينقل مباشره عن الامام يعني اسقط السند من هم السند؟ هل هم ثقات؟ هل هم مجهولون؟ هل هم ضعاف؟ ضعف ضعف هؤلاء الرواه بعض اهل الخبره من الرجاليين لا نعلم ذلك والشك في الحجيه موضوع عدم الحجيه يعني عندما نشك في أن هذه الرواية رواية معتبرة أم لا نقول بأن الأصل عدم حجية هذه الرواية الحجية تحتاج إلى دليل قطعي فلم نتمكن من الوصول إلى الوثاقة الخبرية عبر السند الصحيح المتصل عبر الوثاقة المخبرية ولكن هناك طرق اخرى للوثوق بان هذا الكلام صدر من الامام الرضا، وان لم يذكر الشيخ الصدوق السند بينه وبين الامام سلام الله عليه، كيف؟ تعدد الروايه في الكتب المشهوره، يعني هذه الروايه ذكرها الشيخ الصدوق، ذكرها اصحاب الاصول الاخرى، هذه روايه ذكرها الشيخ الكليني في الكافي ذكرها الشيخ الطوسي في الاستبصار والتهذيب هذه الرواية مع أنه من حيث السند مرسلة ولكنها اشتهرت في كتب الأصحاب واشتهرت في الكتب في المجاميع الحديثية والرواية هذا المقدار يكفي في اعتبار هذه الرواية ولذلك قام اكثر العلماء والمحققين من الصدر الاول الى يومنا هذا بالاعتماد على الروايات التي عمل بها المشهور الشهره جابره لضعف السند، لماذا؟ لانها توجب الوثاق الخبريه، ليس اعتمادنا فحسب على الوثاق المخبريه وانما الوثاق الخبريه هي الملاك في قبول روايه او ردها. ولذلك ترون ان عشرات المسائل الفقهيه انما هي منشاها روايه مرسله عمل بها المشهور فجبر ضعفها وهناك روايات صحيحه اعرض منها المشهور فسبب عدم فتوى الاعلام بتلك الروايه، لماذا اعرض عنها المشهور من العلماء؟ لانها قد تكون في مقام التقية مثلا. او لوجوه اخرى مذكوره في محلها. فاذا ليس صرف الاتصال السندي هو المقوم لحجيه الروايه، وانما الامر الثاني تعدد الروايه في كتب روائيه مشهوره النقطه الثالثه التي توجب الوثائق المخبريه ايضا هي ان يكون المضمون للروايه معنى الروايه هذا معنى عالي هذا المضمون مضمون لا يمكن ان يخرج من غير الامام عليه السلام كما مثلا في الصحيفه السجاديه عندما نأتي الى الصحيفه السجاديه لمولانا زين العابدين عليه افضل الصلاه وازكى السلام نرى ان هذا الكلام مع الله عز وجل هذه الادعيه لها معاني ساميه عاليه لا يمكن ان تخطر في بال انسان غير معصوم غير مرتبط بالله عز وجل وغير مرتبط برسول الله وببيت الرساله. يعني نقطع في كثير من الأحيان أن مثل هذا الكلام لا يصدر عن غير المعصوم عليه السلام هذا أيضا طريق لمعرفة الوثاق الخبرية مو إلا الوثاق الخبرية قوامها الوثاق المخبرية كلا وإنما طرق متعددة قيام الأمارات والقرائن الداخلية والخارجية هذه كلها توجب ماذا؟ توجب العلم بصدور الرواية عن الإمام وإلا لو أريد التشكيك في الوثاقة الخبرية من غير طريق الوثاقة المخبرية لشككنا في الوثاقة المخبرية أيضا يعني الروايات المسندة الواردة من قال بأن الراوي لم يخطأ صحيح هو لا يكذب هو ثبت انه لا يكذب، من قال بانه لا يخطئ؟ من قال بانه لا ينسى؟ من قال بانه لا يسهو؟ من قال بانه لا يغفل؟ من قال بانه لا يزيد؟ من قال بانه لا ينقص؟ كلها هذه احتمالات وارده، صحيح قام الاصل العقلائي بعدم الزياده والنقصان قام بناء العقلاء والاصل العقلائي على عدم الخطأ والسهو والنسيان فحسب الأصول العقلائية نجري يعني نجري الأصول العقلائية لكي نحصن الراوي من الخطأ والاشتباه والنسيان والزيادة والنقصان. فكيف لنا أن نقيم الأصول العقلائية في كلام الراوي بسند متصل، ولا نعتمد على الأصول العقلائية في الوثاق الخبرية من غير وجود سند متصل صحيح هذه قسمة ضيزة فإذا الملاك في الوثاقة الخبرية إن أتت من السند المتصل فبها وإن أتت من طرق أخرى فبها خب بعد هذه المقدمة نأتي إلى نهج البلاغة إلى الأحكام الفرعية الفقهية التعبدية في نهج البلاغة نقول أن هذا الكتاب كتاب جمعه الشريف الرضي رضوان الله عليه ولكن هناك مصادر أخرى غير ما جمعه الشريف الرضي في نهج البلاغة مصادر سبقت نهج البلاغة ومصادر لحقت بنهج البلاغة بعد نهج البلاغة مئ عشرات المصادر أوصلها بعض الخطباء العلماء المتأخرين في كتاب سلسلة مصادر نهج البلاغة وأسانيدها إلى 114 مصدرا يعني هذا نهج البلاغة مو هو الكتاب الوحيد الذي فيه خطب أمير المؤمنين وكلمات أمير المؤمنين وقصار حكمه ومواعظه وإنما هناك مصادر أخرى سبقت الشريف الرضي وهناك مصادر اخرى بعد حياه الشريف الرضي ذكرت هذه الخطب كما ناتي ونفصل ذلك ونبين بالاعداد والارقام فاذا هو هذا يكفي انه روايه الخطب اكثر خطب نهج البلاغه بل كلها هذه موجوده في مصادر اخرى صحيح الشريف الرضي لم يذكر سلسله السند بينه وبين امير المؤمنين ولكن هل مثل الشريف الرضي ياتي ويجمع كلمات وخطب ومواعظ امير المؤمنين من طرق افراد ضعيفه او كتب هي وجاده كتب ليست باجازه المملي او الكاتب بل انما الشريف الرضي عندما ينسب هذا الكلام الى امير المؤمنين لا يقول روي عن علي عليه السلام يقول عن علي امير المؤمنين هذا الكتاب يقول هو عن امير المؤمنين وليس مرويا عن امير المؤمنين ينسب الكتاب هل الشريف الرضي بتلك المكانه العلميه التي لا اريد ان افصل وادخل في مكانه الشريف الرضي انظروا الى الكتب والتراجم لشريف الرضي رضوان الله عليه، من كان هذا الرجل؟ العالم النحرير العظيم؟ فإذا هذا كان شخص في القمة من العلم في القمة من البلاغة والفصاحة في القمة من الولائيات في القمة من المحبة لأهل البيت هذا هل يأتي ويجمع مجموعة أمور لا يعلم نسبتها لأمير المؤمنين؟ هذا من سابع المستحيلات إذا حسب القراءة التي أذكرها أن نهج البلاغة هو من المقطوع به علما تعبديا أو علما وجدانيا أنه لأمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام المتقدمون عن الشريف الرضي ينسبون هذه الخطب إلى أمير المؤمنين مباشرة والمتأخرون عنه ينسبون هذه الخطب إلى أمير المؤمنين ويقولون هي خطبة أمير المؤمنين فهذا يوجب القطع بصدور هذا المضمون من أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وما يدل على ذلك أن هذه كلمات أمير المؤمنين أنه متفق عليه بين الطائفتين أن جميعه أو بعضه هذا يرتبط بأمير المؤمنين المتخصصون في الشيعه سواء كان متخصص في المجال البلاغي او كان متخصص في الحقل العقدي والفكري وما يرتبط بالمبدأ والمعاد او كان متخصصا في الحقول الفقهيه ينسبون هذا الكتاب الى امير المؤمنين مباشره وكذلك من غير الشيعه من العامه ايضا من علماء العامه من كبار العامه من اخذ هذا الكتاب وشرح هذا الكتاب وهذا الكتاب يقول بانه كتاب امير المؤمنين عليه افضل الصلاه والسلام يذعنون اهل الخبره في البلاغه اصحاب العقول في العقائد يتزودون من فضل علمه انظروا إلى العلماء الحكمه هؤلاء كيف عندما ياتون الى مائده امير المؤمنين لا يقومون الا باجلال واعظام واكبار لمقام امير المؤمنين اهل الخبره عندما ياتون الى هذه المضامين يرون هذه مضامين ساميه لا يمكن لاحد على الاطلاق الا من اراد الله عز وجل ان يكون في قمه القمم وهو المعصومين ان يفهم هذا الكلام وان يتلفظ وان يتفوه بهذا الكلام بل اصلا من المضحك ان ياتي عالم ويصوغ نهج البلاغة يكتب هذا الكتاب هو الشريف الرضي أو غيره وبعدا يقول هذا كتاب أمير المؤمنين ولا ينسبه إلى نفسه لو كان نسبه الشريف الرضي إلى نفسه لأصبح مفخرة العالم إلى الأبد هذا المستوى العالي من الفهم مو في حقل من الحقول في أي حقل دخلت إلا ورأيت العظمة مو أنا الذي أرى العظمة من صرف حياته في ذلك الفن يرى العظمة هذا الجاحظ في كتابه المشهور البيان والتبيين كان في أوائل القرن الثالث هذا في كلمة واحدة فقط يمجد أمير المؤمنين يعظم من شأن أمير المؤمنين لكلمة صغيرة يقولها أمير المؤمنين قيمة كل امرأ ما يحسنه هذا الجاحظ اللي هو آية في البلاغة وفي الفصاحة ولكنه بعض المتخصصين من علماء الزيدية هؤلاء ذكروا وأتوا كلمات الجاحظ التي استفادها من كلمات أمير المؤمنين يعني يصوغ صياغات أدبية رفيعة في المستوى والمعنى مبين هي اجترار عن كلمات أمير جاحظ على مائدة امير المؤمنين في البلاغه. وهو يبدي اعجابه بامير المؤمنين سلام الله عليه. لذلك يقول ابن ابي الحديد المعتزلي يقول في المجلد الثاني من شرح النهج صفحه 84 يقول: وينبغي لو اجتمع فصحاء العرب قاطبه في مجلس وتلي عليهم أن يسجدوا كما سجدوا في قضية يذكرها ابن أبي الحديد أنه أحد الشعراء قرأ شعرا فسجد وقالوا أننا نعرف مواضع السجود من الشعر كما تعرفون مواضع السجود من القرآن فابن أبي الحديد يقول إذا واحد يفهم الفصاحة لازم يجي فصحاء العالم يجتمعون ويسجدون كل كلمة بتعبيري يقرؤونها في نهج البلاغة يسجد لعظمة تلك الكلمة على تعبيره هذا الرجل العامي في مكان آخر في المجلد الأول صفحة 24 يقول وأما الفصاحة فهو إمام الفصحاء وسيد البلاغاء وقيل في كلامه أنه دون أنه دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوقين ومنه تعلم الناس الخطابه والكتابه هذا ما يذكره هذا الرجل الذي هو ليس على منهج اهل البيت ولكن الحق قد يصدر من كلام من ليس من اهل الحق الشيخ محمد عبده صدفة يقول وجدت نهج البلاغه وهذا حقيقة من المأساة أن هذا الكذاب العظيم هذا فخر المسلمين لا ينشره أبناء العامة في مدارسهم، في مكتباتهم، بين الناس، لماذا؟ لماذا الظلم بالنسبة لأمير المؤمنين حتى في علومه؟ استفيدوا من فيوضاته لا كلا، لماذا؟ للخوف الذي سبق وأن أشرت إليه في الحلقة الماضية، هذا الخوف ان عليا عليه السلام لو عرف فضله لترك الناس هذا وذاك وترك الثالث لماذا نتبع المفضول على الفاضل نقدم المفضول على الفاضل هذا عقل هذا كما قام النصارى يعني يقولون بالتثليث ويقولون هذا ما لا نفهمه يقولون بالتناقض بالتوحيد والتثليث هل يعقل ان يكون واحدا وثلاثه لا هنا ايضا العامة لو عرفوا منزلة امير المؤمنين لتركوا غيره وتمسكوا به ولكن يراد لهم ان يخوضوا غمرات الجهل وان لا يخرجوا الى نور العلم يقول الشيخ محمد عبده يقول انا صدفة وجدت نهج البلاغة فطالعته دققت فيه نظرت في هذا الكتاب في مواضع متعددة بعد ذلك يمدح مدحا عظيما لاحظوا مقدمة الكتاب السبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص الباب السادس صفحة 128 يقول وقد جمع الله له بين الحلاوة والملاحة والطلاوة والفصاحة لم يسقط منه كلمة ولا بارت له حجة أعجز الناطقين وحاز قصب السبق في السابقين ألفاظ يشرق عليها نور النبوة ويحير الأفهام والألباب كما يقوله السبط ابن الجوزي والمفسر المعروف شهاب الدين الآلوسي يثني على النهج بأنه اقترب من مرحلة الإعجاز على ما حكيه عن هذا المفسر الالوسي بل حتى علماء غير المسلمين اي واحد اللي له ذوق وفهم عندما ياتي الى نهج البلاغه خلاص تنتهي علماء غير المسلمين يكتب ذلك المسيحي جورج جرداق صوت العداله الاسلاميه انسانيه يثني على امير المؤمنين بعد ذلك ياتي مسيحي اخر ميخائيل نعمه نعيمه ويقول بأن ما قاله علي ما لا أذن سمعت وما فعله علي ما لا, رأ ما لا عين رأت بعد ذلك نذكر ما قاله المسعود أيضا في مروج الذهب يقول والذي حفظ الناس عنه من خطبه وفي سائر مقاماته أربعمائة ونيف وثمانين خطبه هذه قرينة أخرى على أن المصادر التي كانت والتي اختار بعضها الشريف الرضي في نهج البلاغة، مو هذا الكتاب ألفه الشريف الرضي، هذا من الأضحوكات حقيقة من المهازل يدل على ضعف عقل قائله وعدم فهمه وقصور مداركه بنهج البلاغه 240 خطبه هنا المسعودي في مروج الذهب يقول الناس حفظوا وثمانين من خطبه حتى هو الشريف الراضي رضوان الله عليه يذكر ايضا 15 مصدر ضمن الكتاب من المصادر التي كان يأخذ منها هذه الخطب والمواعظ والكلمات لأمير المؤمنين ابن الجوزي السبط ابن الجوزي أيضا في تذكرة الخواص يذكر من السيد المرتضى أخو السيد الرضي رضوان الله عليهما يقول وصلني أربعمائة خطبة من خطبه عند السيد المرتضى كانت أربعمائة خطبة من خطبه ما يقول خطبة من خطب منسوبة إليه يعني هذه القضية قد تكون متواترة أصلا كلمات أمير المؤمنين في تلك الأزمان في أكثر من كتاب أكثر من راوي كان يروي الشريف الراضي ما كان هدفه أن يجمع كلمات أمير المؤمنين كان هدفه أن يجمع الكلمات التي وجدها أبلغ وأفصح من غيرها هذا كان هدفه لذلك سماه بنهج الفصاحة مع أن هذا نهج الفصاحة، هذا نهج العلم، هذا نهج الفكر، هذا نهج السلوك، هذا نهج الوصول إلى, الل إلى الله عز وجل، كل هذه اجتمعت في نهج البلاغة. الجاحظ في البيان والتبيين المجلد الأول صفحة 83 يقول: إن خطب علي دونت وحفظت واشتهرت. دونت خطب علي وحفظت واشتهرت. فإذا إذا وصلت الى زمان الجاحظ كانت مشهورة يعني قد تكون متواترة ايضا بعد الجاحظ كانت ايضا ينتقل من كتاب الى كتاب ومن فم الى فم الى ان وصل الى الشريف الرضي رضوان الله عليه في كتاب مصادر نهج البلاغة واسانيده ذكر 114 مصدرا عشرين من هذه المصادر قبل الشريف الرضي والباقي بعد الشريف الرضي في الغدير المجرد الرابع العلامة الأميني أكثر من سبعين شرح على هذا الكتاب وفي كتاب مصادر نهج البلاغة أكثر من مية وعشر شرح وتفسير في المعجم المفهرس لألفاظ النهج 370 شرح وتفسير وترجمة في الذريعة للأغا زرق الطهراني 140 شرح من مؤلفين ومن علماء الشيعة وسته عشر شرحا من العامه منهم الفخر الرازي اذن هذا الكتاب اللي كان محل اعتماد كبار العلماء وكبار البلغاء وكبار الفصحاء وكبار المفكرين وكبار اهل الفلسفه والعرفان تعابيرهم غريبه اهل الفلسفه عندما يأتون إلى أمير المؤمنين يحتارون ما الذي يعبرونه عن أمير المؤمنين، مع أن منهج كثير منهم منهج مخالف لمنهج أمير المؤمنين، ولكنه يخضع للعظمة العلمية في هذا الكتاب، أليست هذه كلها شهادات واضحة وأمور بينة على اعتبار كتاب نهج البلاغة، وأليس من المخجل على بعض أن يشكك في هذا الكتاب وفي نسبة هذا الكتاب إلى أمير المؤمنين بل سأذكر إن شاء الله في الحلقة المقبلة أقوال العلماء والفقهاء وأهل أهل التخصص في العلوم الفرعية التعبدية الفقهية الذين أخذوا نهج البلاغة وعملوا بما في نهج البلاغة بلا وجود رواية أخرى عن غير مصدر نهج البلاغة أليس هذا يدل على توثيق هذا الكتاب اليس هؤلاء كلهم اهل خبره واهل فن وكلهم اتقياء مقدسون ولكنهم عملوا في الموارد الفقهيه بنهج البلاغه هذا واسال الله عز وجل لي ولكم دوام التوفيق وكمال التوفيق والاستفاده من فيض علوم اهل البيت ان شاء الله وصلى الله على محمد واله الطاهرين